إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. توفي اليوم أخي الشيخ العالم العلامة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، زميلي منذ الصف الأول المتوسط، منذ 61 سنة. وبفقده فقدنا عالما جليلا، منافحا عن السنة، ذابا عن العقيدة، مؤصلا ومعلما وموجها ومؤلفا، ولا سيما في باب العقيدة والرد على المبتدعة. فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير ما يجزي به عباده الصالحين، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. رحمك الله يا شيخ عبيد، وأسكنك فسيح جناته، وجمعنا الله وإياك وسائر المسلمين في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صالح بن سعد السحيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.